الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: نتنياهو يحل مجلس الحرب الذي تشكل بعد 7 أكتوبر بعد طلب من بنغفير خلافة جانس. تصريح جديد للجيش الإسرائيلي بشأن لبنان يثير جدلا، وتوضيح لاحق يوضح الرسالة لمبعوث بايدن. بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، عائلات كاملة أصبحت مجرد ذكرى على صفحات الفيسبوك. بكاميرات بحارة فلبينيين، صور جديدة للسفينة التي ضربها الحوثيون وغرقت قبل أيام. أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته بحل مجلس الحرب، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو رد على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير بالانضمام لمجلس الحرب بدلا من بني جانس بأن المجلس لم يعد موجودا من الأساس. وذكرت يدعوت أحرانوت أن نتنياهو شكل مجلسا سياسيا للتشاور بشأن الحرب يضم وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي. في الأثناء، متظاهرون إسرائيليون قطعوا طرق الرئيسية صباح اليوم في مدينتي القدس وهرتسليا مطالبين بإجراء انتخابات. ووفق تقارير إسرائيلية، فإنه من المتوقع أن تستمر المظاهرات على مدار اليوم، وأن تلحقها مظاهرة مسائية أمام الكنيست تتبعها عذرا مسيرة احتجاجية ستتجه إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس. وفي آخر التطورات في غزة على الأرض، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار صوب أراض زراعية بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وشنت إسرائيل أيضا غارة على المحافظة الوسطى وسط القطاع. وفي نفس السياق، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط غزة. وفي حي الشيخ رضوان، استهدف صاروخ إسرائيلي شقة سكنية أسفر عن سقوط 3 ضحايا بينهم سيدة وأربع إصابات إحداهما حرجة. من جانبها، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار صوب بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. بطل. من دير البلح وسط قطاع غزة، معنا من هناك مراسل الحدث أسامة الكحلوت. عذرا، أهلا يا أسامة، لك أن تطلعنا كيف هي العمليات العسكرية لهذا اليوم بعد الأخبار التي قرأناها عن الرشقات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صوب غلاف المستوطنات، وأيضا تحدثنا عن المسيرات الإسرائيلية في استهدفت أراضي زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح، تفضل.
نعم، يعني الضربات الإسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة. آخر هذه المناطق هي منطقة مدينة رفح والتي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير جدا في المنطقة الشرقية. الضربات المدفعية ما زالت حتى هذه اللحظة متواصلة على شرق مدينة رفح، بالإضافة للتوغل البري في قلب مدينة رفح في المنطقة الوسط في مدينة رفح. ولكن قبل قليل أيضا استمرت الضربات والقصف المدفعي باتجاه منطقة غرب مدينة رفح، كما أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة تطلق النار على السكان في المنطقة الغربية لمدينة رفح. قبل قليل وقع عدد من الإصابات والضحايا في هذه الاستهدافات على السكان في المنطقة الغربية لمدينة رفح، ونشهد حالة نزوح من هذه المنطقة التي تتعرض لقصف متواصل، بالإضافة لاقتراب الدبابات من هذه المنطقة التي يتواجد فيها عدد كبير من العائلات النازحة برفقة خيامهم في المنطقة الواقعة في شمال مدينة رفح على الخط الساحلي، وهي امتداد لمنطقة المواصي، مواصي خان يونس. وبالتالي نشهد حالة نزوح باتجاه منطقة قلب مدينة خان يونس أو المنطقة الغربية لمدينة دير البلح. هنا في مستشفى شهداء الأقصى، إدارة المستشفى قبل قليل طالبت بفتح ممر آمن من أجل إدخال المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات وخاصة إلى مستشفى شهداء الأقصى، وذلك بعد نفاد الكميات المطلوبة من العلاجات والأدوية لمرضى غسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة لنفاد المواد والعلاجات الخاصة بالتخدير الخاصة بالمرضى في مستشفى شهداء الأقصى. منذ صباح هذا اليوم أيضا تستمر الضربات الإسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة لتوغل بري إسرائيلي على منطقة حي الزيتون تحديدا في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. والدبابات تتقدم وتقصف المنازل في هذه المنطقة، مع العلم أن هذه المنطقة تعرضت لتوغل إسرائيلي وعملية اجتياح قبل أقل من شهر تقريبا، دمر خلاله الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 منزل وهجر كل سكان هذا الحي، حي الزيتون. والآن الجيش الإسرائيلي يعود إلى أطراف هذا الحي ويقصف ويدمر، ونتحدث هنا على حالة نزوح جديدة أيضا باتجاه قلب مدينة غزة. قبل قليل قذائف المدفعية الإسرائيلية وصلت لأول مرة إلى منطقة محيط ميناء غزة. هذه القذائف وصلت من الدبابات المتواجدة على محور نتساريم، على حاجز نتساريم على شارع هارون الرشيد في المنطقة الغربية لمدينة غزة. حتى هذه اللحظة قذائف المدفعية تصل إلى هذه المنطقة، مع العلم أن هناك عدد كبير من السكان في المنطقة الغربية لمدينة غزة، والجيش الإسرائيلي في كل مرة ينفذ فيها عمليات في منطقة شمال قطاع غزة يهدد السكان بالتوجه إلى منطقة مراكز الإيواء في المنطقة الغربية لمدينة غزة. وهذه المنطقة الغربية لمدينة غزة الآن تتعرض لقصف مدفعي متواصل في ظل وجود عدد كبير من العائلات النازحة داخل مراكز الإيواء في هذه المنطقة الغربية لمدينة غزة، بالإضافة إلى أن كتائب القسام صباح هذا اليوم أعلنت عن استهداف عدد كبير من الجنود الإسرائيليين والمركبات في حقل ألغام تم نصبه في المنطقة المحيطة في منطقة تل الهوى، تحديدا في محور نتساريم وقرب حاجز نتساريم. نعم. نتحدث على مشاهد نشرتها كتائب القسام لتفجير هذا الحقل في هذه المدرعات الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يتحدث عن تفاصيل هذه العملية أو إذا كان وقع في صفوف جنود عدد من الجرحى أو القتلى. نعم، شكرا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. We'll be right back.
رسالته للمسلمين لمناسبة عيد الأضحى، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار تدعمه واشنطن في غزة. وقال بايدن إن إدارته تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب في غزة، وأضاف أن المقترح الذي تقدمت به واشنطن لوقف النار في غزة على 3 مراحل يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف والتوصل لحل الدولتين ومساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل. مش قادرين نوفر أي حاجة كنا نوفرها في السنين الماضية. الأولاد انحرموا حتى إن نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده أقل إشي كمية متوفرة من اللحمة إنه طعم أولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجة. عايشين معاناة كبيرة، يعني أكتر حاجة اللي هو فقدان الأهل. يعني إحنا صحيح طلعنا بإرادتنا من الشمال، طلعنا عن الحاجز، شردنا من الجوع اللي كان في الشمال، صحيح طلعنا بإرادتنا بس خلص مجبرين، يعني لأن الأولاد متحملوش. وكان جاء علينا شهر رمضان لما جينا، بس لقيت يعني بنعاني الحمد لله من فقدان الأهل، فقدان الزوج والأولاد الأبو، وإن الواحد مش قادر يوفر لهم أدنى مقومات الحياة للأكل الصحي. بكفي يعني الحرب زادت وإحنا ما فيش عنا احتمال. يعني هنا أنتوا شايفيننا إحنا وين مكاننا، بيوتنا راحت، إحنا متدمرين نفسيا ماديا، عايشين في خيام، صار أكلنا الوباء، أكلنا الفقر، أكلنا الجوع، ما عناش أي أساليب إن إحنا نفسيا تعبنا ككبار كيف صغارنا. لمناقشة كل هذه التطورات من جنين ينضم إلينا الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك معنا دكتور أيمن. دكتور أيمن، سأبدأ معك من التطورات على الصعيد السياسي داخل إسرائيل. هناك مطالبات بانتخابات مبكرة، واليوم نتنياهو أعلن حل مجلس الحرب. ما دلالة هذا الإعلان، وكيف يمكن أن يؤثر على أي قرارات سياسية أو عسكرية للعمليات في غزة؟ نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. ربما أكثر من رسالة وأكثر من سيناريو يمكن الحديث عنه في هذه الأخبار التي ترد من الداخل الإسرائيلي. أهمها أن نتنياهو لا يرغب أن يرى ابن كبير وسموتريتش داخل مجلس الحرب، ومعروف أنه يعني هاتين الشخصيتين معيقات كثيرا ربما للتكتيكات العسكرية وحتى للمبادرات السياسية، ودائما تصريحات كل منهما تضع ضغوط ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على الجيش. بعد خروج بيني جانس وآيزنكوت من مجلس الحرب ورغبة نتنياهو في إنهاء هذا المجلس وتشكيل جسم بديل آخر يضم هانيجبي وجالانت، أعتقد أن المعادلة أصبحت واضحة، أن نتنياهو لا يرغب في معادلة جديدة يكون ابن كبير وسموتريتش جزء منهما، لا سيما أن تجربتهما في العمل السياسي والعمل الاستراتيجي ما زالت محدودة. وأنا برأيي هذا جزء من إدارة يعني الأزمة في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يعني خسر خبرات كل من آيزنكوت وبيني جانس، وتزداد يعني حدة المعارضة الداخلية في إسرائيل، تزداد حدة المظاهرات، وتزداد حدة أيضا الضغوط الخارجية. في ظل كل هذه الوضعية الاستراتيجية يعني المستجدة في إسرائيل يعني داخليا وخارجيا، أنا برأيي نتنياهو يحاول أن يدير هذه الأزمة ربما بآليات جديدة وبأدوات جديدة وباستراتيجيات جديدة. نعم، هل الاستراتيجية ستفضي في نهاية المطاف للموافقة على المبادرة الأمريكية؟ من المبكر يعني الحديث عن ذلك، رغم انه في هناك عنصر اخر دخل الى معادله يعني الصراع الداخلي الاسرائيلي وهو دور الجيش. يبدو ان صوت جيش الاحتلال بدا يتصاعد شيئا فشيئا، وبدات انتقادات الجيش للمستوى يعني السياسي، لا سيما بعد عمليه يعني تل السلطان وبعد غياب الرؤيه السياسيه الواقعيه وتوقف المسار السياسي وموافقة الجيش على هدنة إنسانية تكتيكية لبعض ساعات في منطقة رفح من دون مشاورة المستوى السياسي. أعتقد أن جيش الاحتلال أيضا يعني في أزمة التكتيك وفي أزمة الميدان وفي أزمة يعني تحقيق بعض الأهداف السياسية. لذلك هذا يعني مسار جديد ضاغط على نتنياهو سيكون من الداخل الإسرائيلي، لكن من المبكر الحديث أننا يعني على
قاب قوسين أن أدنى من تحقيق صفقة أو مسار. الجهود الأمريكية ليست جدية بالمعنى الحقيقي، كل الضغوط تمارس يعني الإعلامية والسياسية الأمريكية تقريبا على حماس وعلى الفلسطينيين من دون أن يكون هناك أنياب حقيقية للسياسة الأمريكية فاعلة، يعني لإقناع نتنياهو ولإقناع الحكومة اليمينية في إسرائيل بقبول الصفقة في ضوء طبعا أكثر من متغير إقليمي ودولي وحتى داخلي داخل إسرائيل. طيب دكتور أيمن، عندي سؤال من شقين. الشق الأول بالنسبة للانتخابات المبكرة التي تطالب ب يعني المظاهرات التي تطالب بانتخابات مبكرة وإسقاط نتنياهو، ما هو مصيرها في ظل هذا التوتر والصراع الداخلي الإسرائيلي؟ الشق الآخر، أنت ذكرت عن استراتيجية قد يتخذها نتنياهو بعد تشكيل مستشارين معه لإدارة الحرب الحالية، هل الاستراتيجية الجديدة ستعزز أو ستفتح النار على الجبهة الشمالية، الحدود الجنوبية اللبنانية؟ نعم، أنا أعتقد أنه يعني ما زالت يعني زخم المظاهرات في داخل إسرائيل وصوت المعارضة ما زال يعني غير فاعل بالشكل الكامل لإجبار نتنياهو للذهاب إلى انتخابات يعني على الأقل في الشهور يعني القادمة، ربما مع نهاية هذا العام. ما زال نتنياهو يتمتع بشرعية برلمانية تقريبا 64 مقعد داخل الكنيسة الإسرائيلي من 120. ما زالت المعارضة الإسرائيلية أيضا يعني غير متجانسة، حتى أصوات لبيد وغانس وأيزنكوت وربما بعض الأحزاب اليسارية والأصوات العربية في الداخل الإسرائيلي غير متجانسة تماما في وضع رؤية ربما للذهاب إلى انتخابات. هي تنظر ربما إلى الراعي الأمريكي أو إلى المتغير الأمريكي، وبالتالي هي تعتقد أن الضغوط الأمريكية فعلا يمكن أن تجبر نتنياهو للذهاب أولا إلى صفقة، وهذه هي الأولوية، ثم الذهاب إلى انتخابات، وهذا هو الترتيب الاستراتيجي في إسرائيل. أما بالنسبة للجبهة الشمالية، أعتقد أنه يعني ما زالت الأمور يعني في بواكيرها. يمكن أن نشهد تصعيدا متدرجا في الشمال، يعني جيش الاحتلال غير جاهز لمعركة شاملة يعني في الشمال والجنوب، وكذلك أنا برأيي قواعد الاشتباك اللي الولايات المتحدة الأمريكية وربما إيران وبعض القوى الأخرى أعتقد لن تسمح يعني بهذا الانزلاق الكبير على مصراعيه في جبهة حزب الله إسرائيل. يعني لن يتوفر الغطاء السياسي أو الغطاء العسكري الإسرائيلي في هذه المعركة إذا اندلعت، ولم ينسى يعني لم ينصع نتنياهو للتعليمات الأمريكية فيما يخص الجبهة الشمالية؟ أنا أعتقد أنه لا، ما زال نتنياهو يعني متعقل نوعا ما فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، هو يسمع الرسائل التي تأتي من الأمريكان وتأتي من الإقليم وحتى الرسائل التي ربما تصل من إيران وبعض يعني الفصائل يعني هنا وهناك، وكذلك رسائل من جيش الاحتلال. اليوم الجيش، أنا برأيي الجيش جاهز أن يقوم في معركة برية بحدود 5 كيلومتر في الداخل اللبناني حتى حدود الليطاني، هناك إشارة استفهام كبيرة إلا إذا إسرائيل ذهبت باتجاه يعني ضرب المواقع الاستراتيجية الحساسة في لبنان. أنا بعتقد إنه نتنياهو يقرأ أيضا يعني الخارج ربما بشكل أكثر يعني عقلانية فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، هو يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دخلت في سباقات انتخابية، وبالتالي هذه السباقات الانتخابية لا تسمح لها أن تتورط ربما في جبهة جديدة، والدليل على ذلك إنه الأمريكان يعني أرسلوا يعني المختص الأمريكي بالشأن اللبناني اللي فعلا يعني ستبدأ جولة مفاوضات جديدة ربما بمشاركة الفرنسيين والأوروبيين لضمان ألا تنزلق هذه الجبهة. لذلك يعني ما زالت يعني الحسابات دقيقة وما زالت كل الخيارات مفتوحة، لكن أعتقد أن الأمر سيتدرج يعني باتجاه مزيد من العمليات ومزيد من يعني التدرج في هذه العمليات سواء من خلال قصف بعض الأهداف، لكن يعني على الأقل لن نشهد ربما انزلاقا شاملا على الجبهة اللبنانية، على الأقل ربما في الشهر القادم على أكثر تقدير. شكرا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين، شكرا لك. كان أولادي يا بني الصبح يجوا علي، صبحوا علي، يعيدوا علي، يجوا أولادهم بناتهم كنايني يعيدوا علي، ونقعد نتجمع هالمكسرات وهالحلويات وهالحاجات، هذا في دارنا. أما الحين يا بني شتتنا، أنا وعيد في بلاد برا، كل الدول العربية متعيد ومكيف ومقعدين في بلادهم والعيد عندهم كويس، لكن احنا وين عيدنا؟ عيدنا وينه؟ طول ما فيش أمان ما فيش عيد. المحل أمان، إنا طلع البيت أعز إشي، إنا البيت طلع أمان، لما نروح بيتك راح كل إشي. كيف بدنا نفرح في العيد
كل يوم شهداء، كل يوم جرحى، وكل ثانية وكل دقيقة فيش بيوت. هذه المنطقة كانت أحلى منطقة في خان يونس، كلها الحين دمار وردم ورمل. صارت أقصى أمنياتنا إن نعيش في بيت، فيش بيوت، فيش حياة، عدمونا نعدم الحياة. خلال أكثر من 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واحدة من النتائج المروعة هي المسح الكامل لعائلات فلسطينية بفعل القصف العشوائي والمتعمد. بكرني شوفك تكبرين يا جمال أميرة صغيرة. عائلات فلسطينية لم يبق منها إلا الذكرى، والذكرى ليست بالعقول والقلوب، بل رقم مشطوب من سجلات النفوس أو كلمات أخيرة على الفيسبوك. أكثر من 8 أشهر ونصف والحرب في غزة مستمرة، والقتلى بالآلاف، سجلاتهم المدنية تحولت إلى سجلات وفاة أو ما وصف بالإبادة الجماعية. النتيجة مروعة، عائلات أبيدت بأكملها، وحتى الفروع لم تبقى لتحيي إرثها. القنابل والنار لم يرحموا الحجر والبشر، وحتى دوائر النفوس فقدت سجلاتها وأسماء مواطنيها. العائلات الفلسطينية لم تعد تحصي عدد قتلاها، لكنها تأمل نجاة أحد أفرادها عله يحيي فروع شجرتها. الهجمات الإسرائيلية لم تقتصر على مناطق الصراع، لاحقت الفلسطينيين إلى ما سمي مناطق آمنة لتقتل منهم أكثر ما قتلت في منازلهم وموطنهم. الحرب لم تنتهي والخسائر لا تتوقف، ومن يريد أن يتذكر أو يعرف فليعود إلى مواقع التواصل ويدون. هذه كانت عائلة، أو هذا ما تبقى منها. وحده الله يا جماعة، وحده الله. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. مسؤولون عسكريون سوريون وأتراك يجتمعون في قاعدة حميمين بوساطة روسية. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
أهلا بكم مشاهدين من جديد. نقلت صحيفة آيدن ليك عن مصادر مطلعة أنه في 11 من يونيو الجاري تم عقد لقاء بين مسؤولين عسكريين سوريين وأتراك بوساطة روسية في قاعدة حميميم الجوية. وكشفت الصحيفة التركية أن الاجتماع ناقش الأحداث الأخيرة في إدلب، وذكرت أن المفاوضات جرت في اليوم التالي للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو. ووفقا للصحيفة فإن الاجتماع يعتبر الأول من نوعه لمناقشة قضايا أمنية على الأراضي السورية. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء المقبل بين وفدي تركيا وسوريا سيعقد في العاصمة العراقية بغداد. في وقت سابق أيضا صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا إلكسندر لافرنتيف بأن موسكو سلمت الجانبين السوري والتركي مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بينهما. كما حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواضيع ذات الأولوية في خريطة الطريق، والتي تشمل حل مشكلة استعادة الحكومة السورية السيطرة على جميع أنحاء البلاد وضمان أمن الحدود السورية التركية. إذن مهد الإعلام التركي لما يحكى عن خارطة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. قالت صحيفة ياني شفق إن أنقرة نجحت نسبيا في التفاهم مع دمشق لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه البلدين. واعتبر التقرير أن واشنطن ترى أنه في حالة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق فلن يكون لها دور في سوريا. وتعتبر أنقرة أن هناك ثلاث قضايا مهمة في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا، وهي محاربة الإرهاب وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة ودفع العملية السياسية وعمل اللجنة الدستورية إلى الأمام. إلا أن دمشق تصر على إعادة محافظة إدلب ونقل جمارك معبري كسب وباب الهوى إلى سيطرتها، وترك السيطرة الكاملة على الممر التجاري بين معبر باب الهوى وصولا إلى دمشق والطريق التجاري الواصل بين دير الزور والحسكة وطريق حلب اللاذقية الدولي. للنظام في المقابل تطالب أنقرة دمشق بتطهير مناطق وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية بالكامل. يشار إلى أن هناك 932 كيلو مترا من الحدود المشتركة وهواجس أمنية وعوامل اقتصادية واجتماعية وإنسانية متداخلة إلى حد أكثر ما هو معلن وما هو قد يؤثر فعلا على مسار التطبيع بين البلدين. لمناقشة هذه التطورات من اسطنبول معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن دمشق معنا الكاتب والصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بكما. سأبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، طالما أن هناك في خارطة الطريق المفروض بأنها وضعت، ما الذي ممكن أن ينتج عن اللقاء الأخير الذي سمعنا عنه في قاعدة حميميم؟ هل هو لدفع عجلة خارطة الطريق نحو التطبيق أم لوضع شروط جديدة؟ صحيح، أعياد سعيدة للجميع. أولا يعني هذه المادة التي أشرت إليها نشرتها صحيفة آيدن ليك باختصار جدا، أقول لك هي صحيفة اليوم في وضع المعارض تنتقد سياسة حزب العدالة والتنمية السورية ومرتبطة بحزب الوطن الذي يقوده دوبرينشاك. لماذا أنا دخلت في هذه التفاصيل؟ لأقول لك أنه هذه الصحيفة وحزب وطن له علاقات مباشرة مع دمشق، يعني عنده مصادر، والمادة المنشورة نسبتها الصحيفة التركية إلى مصادر سورية، وهذه نقطة تؤكد مرة أخرى احتمال أن يكون هذا الخبر صحيح، رغم أنه حتى الآن لم أرى أنا أي تعقيب تركي رسمي حول ما نشر. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته مهم جدا، أنه هل هذا يعني في تحول حقيقي على الأرض في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق؟ حتى الآن لا يوجد هذه المؤشرات. صحيح في جهود روسية بهذا الاتجاه، لكن لا يكفي أن نقول أنه لقاءات أو محادثات أو مفاوضات عسكرية ستكون مؤشر حقيقي حول التحول. سبق ورأينا أنا وأنت مثل هذه الاجتماعات على المستوى العسكري الأمني الاستخباراتي في ملفات ضيقة،
لكن النقطة التي ربما باختصار جدا التي قد تحمل التحول هي أنه الصحيفة تتحدث عن إدلب، وأنا لا أتفق أنه هذا النقاش فقط تم حول موضوع إدلب وإعادة ترتيب المسائل العسكرية بين دمشق وبين أنقرة. أنا أظن الذي نوقش هو أوسع بكثير، يعني موضوع ما يجري في شرق الفرات، موضوع قسد، الانتخابات التي تتمسك بها مجموعات قسد في تلك البقعة الجغرافية. نعم، سأنتقل إلى الجانب الآخر، دمشق، سيد عبد الحميد توفيق. أولا، هل هذه اللقاءات الآن هل هي دلالة على قرب وبدء تطبيع العلاقات السورية التركية؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، الصحيفة ذكرت بأن اللقاء المقبل قد يكون في العاصمة العراقية بغداد، لماذا بغداد؟ تحياتي لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. على البناية، بداية على الجواب على الشق الأول من السؤال، فأنا أعتقد بأن هذه المسألة في هذه لا يوجد هناك أيضا إلى الآن أي تعليق رسمي سوري أو تعقيب نفيا أو تأكيدا على حدوث هذا الاجتماع، ولكن أعتقد بأن هذا الاجتماع إذا ما حدث فأنا أرجح أن إمكانية حدوثه أقرب إلى عدمه لسبب جوهري، وهو أن المناخات التي أشيعت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالواقع السوري والعلاقة السورية التركية والمواقف التركية المتدرجة سواء على المستوى العسكري على لسان وزير الدفاع أو على لسان وزير الخارجية بعد زيارة موسكو أو حتى على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، كلها تشي بأن ثمة حراكا يجري في هذا الإطار، وتحديدا بمؤثرين إقليمي متمثل بالحراك العراقي ودولي متمثل بالحراك الروسي. فما يتعلق بمسألة التطبيق، أنا أعتقد أن المسألة معقدة وتحتاج إلى اجتماعات كثيرة وتحتاج إلى خرائط كثيرة لإعادة ترتيب العلاقات السورية التركية، ولكن إذا توفرت الإرادة السياسية فأعتقد بأن مثل هذا المسار يمكن أن يسلك طريقه باتجاه صحيح، لأن اليوم مصالح الطرفين السوري والتركي تبرهن على أن التفاهم هو السبيل الأمثل لطمأنة الجانبين ولقطع الطريق على كل المشاريع التي تهدد سواء أمن تركيا أو أمن سوريا. فيما يتعلق بالجانب العراقي أو احتمال أن يكون اللقاء المقبل في بغداد، فأتوقع أن لا يكون الأمر بعيدا عن ذلك لسببين. الأول، الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء العراقي منذ حوالي أسبوعين مع الرئيس السوري بشار الأسد، وما سرب عن أن هذا الاتصال كان نتيجة حوار غير معلن بين دمشق وبغداد حول الموافقة السورية على أن تكون بغداد أيضا عنوانا في التعاطي مع الجانب التركي في مسألة تطبيع العلاقات. السبب الآخر هو أن العلاقة التركية العراقية باتت عراقة أكثر ثقة بعد الاتفاقيات التي تم إبرامها في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا إلى بغداد وإلى إقليم كردستان، والحديث التركي عن أو عن سيناريوهين، الأول عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قديل بموافقة من حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وبغداد، وكذلك الانتقال فيما بعد لعملية ضد قوات قسد التي تهدد الأمن التركي من جنوبها. بالتالي أتوقع بأن هذه المناخات بمجملها توحي بأن ثمة خيار أدى إلى قناعة الجانبين أن هذه المسألة مسألة التفاوض هي الخيار الأمثل. نقطة صغيرة وبسرعة إذا سمحت لي، منذ حوالي 10 أيام حين كان وزير الخارجية الإيراني المكلف في زيارة إلى دمشق، كان موقف وزير الخارجية السوري واضح هذه المرة أقل تشددا فيما يتعلق بالموقف من تركيا، قال نحن لن نقدم على المفاوضات إلا إذا تعهدت تركيا بانسحاب متدرج من أراضينا. هذا الأمر أيضا يوحي بأن هناك ليونة أيضا في الموقف السوري ولم يأتي من فراغ، أعتقد بأنه مبني على مقاربات تجري تحت الطاولة دون إعلان. طيب، أنا لا أريد أن أطيل على دكتور سمير، ولكن عندي سؤال لحضرتك سيد عبد الحميد. هل معنى ذلك بأن اللقاءات التي نشهدها الآن على صعيد عسكري أو على صعيد استخباراتي هي مقدمة للقاء قد يحدث بين الرئيسين في الأيام المقبلة، أم هو مرهون بالاستجابة التركية للشروط السورية؟
أعتقد بأنه مرهون بتفاعل هذه المسألة، بتفاعل العلاقات التفاوضية، وكذلك بالدور الذي يمكن أن تلعبه بغداد وموسكو على حد سواء في ترطيب الأجواء وفي إحداث مقاربات تؤدي إلى رفع مستوى اللقاءات. نحن شاهدنا في الفترة الماضية اللقاءات تطورت إلى لقاءات رباعية على مستوى وزراء الخارجية بعد أن كانت أمنية ومن ثم عسكرية، وقيل بأن هناك لجان أمنية وعسكرية شكلت من قبل رؤساء الأركان لترتيبات أمنية على الحدود بين الطرفين وعلى الأرض السورية. بالتالي هذا أمر غير مستبعد، ولكن أعتقد بأنه حاليا لا يمكن أن يحصل في المدى المنظور إلا بعد أن تتبلور قاعدة أساسية للتفاهمات سواء كانت العسكرية أو الأمنية التي يطمئن الطرفين، وحتى على المستوى اللاجئين وغير ذلك، وتحديدا أيضا فيما يتعلق بموضوع إدلب. ولا أعتقد أن إدلب هي النقطة الوحيدة، أعتقد بأن النقطة الأخيرة فيما يتعلق في الاتفاق فيما لو تم بين الجانبين. نعم دكتور سمير، طالما أن العلاقات يعني مرهونة بأكثر من ملف، أولا الموقف التركي حتى الآن من الانسحاب من شمال سوريا، هذه نقطة. النقطة الأخرى إدلب، كيف سيتم التعاطي معها لعودة العلاقات إذا كانت فعلا إسطنبول حريصة لعودة علاقتها مع دمشق؟ كما تتذكرين أنت أيضا، وزير الدفاع التركي يشار جولار قبل أيام كان يعقب على سؤال من هذا النوع، وقال أنه بين أولويات أنقرة الآن تنفيذ خارطة طريق واضحة محددة في التعامل مع الملف السوري ككل بناء على قرار الدول 2254، وفي إطار ذلك سيتم مناقشة موضوع انسحاب العسكري التركي من سوريا. لا أظن أنه في أي تحول في هذا الشق، لكن التحول المهم كما أشار ضيفك قبل قليل وأتفق معه، هو أنه في تعديل في قراءة دمشق لمواقفها، والآن تريد من أنقرة فقط تلويح أو تلميح أنها ستنسحب وستكتفي بذلك في إطار فتح الطريق أمام حوار جديد بين الجانبين. النقطة أيضا، وأجيب على السؤال الذي طرحته، المهمة للغاية أنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريق عودته من جولة أوروبية بالأمس قال أنه ردا على سؤال حول أنه كيف سيتم التعامل مع موضوع قسد ومشروع الانتخابات المحلية، قال أنه دمشق أيضا لن تسمح لهذه المجموعات بتنفيذ مشروعها. وبرأيي أنه هذه الرسالة مهمة وتحمل معها أكثر من دلالة، إذا كانت يعني الإعلام التركي وما نقله بهذا الشكل صحيح عن الرئيس أردوغان، فهذا نعم بعيدا عن الأضواء يبدو أنه في جهود روسية تبذل باتجاه الحلحلة. لأن في أيضا سيناريو لا نعرف تفاصيله، أنه في حديث عن لقاء في مطلع الشهر المقبل، هل سيكون هذا اللقاء فعلا سيتم؟ كيف سيتم أمام في بغداد؟ طاولة الأسئلة هو نفس الموضوع، هو نفس موضوع لقائهم في بغداد ولا لقاء آخر؟ صحيح، لذلك أنا قلت لك أنه كيف سيكون شكل اللقاء الذي يجري الحديث عنه الآن، هل سيكون أمام طاولة الأستانة الكلاسيكية المجمدة التي لم تقدم أي شيء حتى الآن، أم العودة إلى الطاولة الرباعية باتجاه الجمع بين أنقرة ودمشق من جديد بوجود روسي إيراني. الآن في من عندي نقطة مهمة للغاية، أنه أنا أظن أنه في بسبب الموقف الإيراني الأخير في انزعاج تركي واضح من سياسات طهران في التعامل مع الملفين السوري والعراقي. هذا التقارب بين أنقرة وبغداد أزعج لطهران لأكثر من سبب، لذلك هذا الحوار أرد على السؤال الأخير الذي طرحتي، برأيي سيكون بشكل مباشر إذا ما كان في جهود روسية حقيقية لفتح طاولة حوار بين أنقرة ودمشق. يعني لا يريد الجانب التركي كما يبدو لي أن يرى إيران أمام هذه الطاولة. طيب، لأكثر من سبب. طيب في نقطتين، النقطة الأولى دكتور سمير، أنت قلت بأنه إذا كنت أنا سمعت العواصم صحيحة بأنه تركيا أو الرئيس أردوغان قال بأنه دمشق لن تقبل للأكراد بأن يقيموا مخططهم، ولكن إذا كان المخطط هذا مدعوم أمريكيا على غرار ما حدث في العراق إقليم كردستان، هل ممكن أن يعني يكون هناك توافق تركي سوري لمجابهة هذا المشروع المدعوم أمريكيا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما جاوبتني على موضوع إدلب التي تشهد مظاهرات وانتفاضة على الجولاني ووضعها المتطرف جدا، يعني نتيجة طبعا هو تغير في التسميات ولكن العقيدة نفسها، كيف ممكن أن تتعامل تركيا فيما يخص ملف إدلب؟
تماما أتفق معك. أبدأ بالجزئية الأخيرة في السؤال. موضوع إدلب نعم موضوع حساس ويحتاج إلى معالجة سريعة وجذرية تحديدا في التعامل مع مجموعات الجولاني، لأنه هذه المجموعات الآن تقلق أكثر من لاعب محلي وإقليمي، عقبة أساسية أمام تسريع الحلحلة برأيي في موضوع إدلب. هذه النقطة لابد من تجاوزها. لكن أنا قلنا قبل قليل أنه النقاش الآن السيناريوهات النقاش الجديد أوسع وأشمل من نعم. موضوع إدلب ترتبط بأكثر من مادة عرقلت ما يجري في شرق الفرات. هذه هي النقطة الأساسية. الجهود الروسية مهمة هنا، لكن كما أشرت في السؤال الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي ستفعل؟ أنا أظن أنه في الآن قناعة جديدة أنه الانتخابات الأمريكية تمنع واشنطن من إغضاب أنقرة في عملية الرد على أي مشروع باتجاه إجراء انتخابات محلية بشرق فولات في آب المقبل. واشنطن لن تذهب باتجاه التصعيد ضد أنقرة. هذه فرصة استراتيجية مهمة لأكثر من طرف، لأكثر من لاعب محلي وإقليمي لتصريع الحلحلة في الملف السوري. هي الفكرة أنه المسألة كل ما يحدث هو مجرد عملية تسكين وليس معالجة للألم الحقيقي لأنقرة فيما يخص موضوع الأكراد. أنا الوقت انتهى، إذا عندك تعليق بأقل من دقيقة سيد عبد الحميد رجاء. أنا أعتقد إذا سمحت لي أعتقد بأن مسألة إدلب، إدلب ليست متطرفة كلها. إدلب شعبها لو كان متطرفا لما انتفض على زعامة تنظيم القاعدة في بلاد الشام اللي هي تحرير الشام عليها، هذا جانب. وفيما يتعلق بحلها أعتقد بأنها الأمر أيسر مما يتوقع الكثيرون حينما يصل الجانبان السوري والتركي إلى تفاهمات حقيقية. فيما يتعلق بالدور الروسي والعراقي أعتقد بأنهما يكملان بعض، وبالتالي واشنطن ستنظر بعدم من الرضا إلى هذين التوجهين من قبل بغداد ومن قبل موسكو على حد سواء. تركيا تبحث عن مصالحها ودمشق اليوم تبحث عن مصالحها، وأعتقد بأن هذه النقطة ستكون هي المفصل بين الجانبين السوري والتركي. شكرا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، وأيضا من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا مناطق ليبية خصبة تتصحر وتطرد أهلها. أكتوبر 73، دورك في الأمم المتحدة تحديدا. إسرائيل كادت تهزم، ولو كان السادات يعلم بذلك لكان استكمل تحرير سيناء وحتى وصل إلى إسرائيل وانهارت إسرائيل. حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي في زيارة سرية والتقى فيها كيسنجر، شو الحوار اللي دار بينهم خاصة أنه جولدا مائير كانت موجودة في واشنطن؟ الدكتور منير زهران السفير المصري الأسبق. الرئيس ألقى خطابه فجأة ذكر عبارته الشهيرة: أنا مستعد أروح آخر الدنيا، مستعد أروح القدس. سؤالي لك عن الخطاب وعن الزيارة، شو كان موقفك شخصيا؟ الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا
أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش السوداني أن عناصر سلاح المدرعات أزالوا حواجز استخدمتها قوات الدعم السريع من عدة مناطق بضاحية جبرة جنوب الخرطوم، وطردتهم من داخل المنازل وعززت تأمين المدنيين. وقال الجيش إن خسائر الدعم السريع خلال العملية كانت كبيرة. قبل ذلك قال عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد قائد الجيش ياسر عطا إن الجيش السوداني قال إن الجيش لا يسعى للتوصل إلى هدن أو مواصلة التفاوض، بل يريد حسم المعركة نهائيا ضد قوات الدعم السريع. نأجل الحرب يا أخوان، نحن نعمل هدنة، نعمل تفاوض عشان الحرب تتأجل بعد سنة، بعد سنتين، لا نشيل الشيلة مرة واحدة، ننتهي من هذا الكابوس، ننتهي من هذا السرطان. دفع التغير المناخي وندرة المياه والأمطار بسكان جبل نفوسة في ليبيا إلى النزوح، حيث كانت المنطقة معروفة سابقا بخصوبتها. هذا وتعتمد ليبيا في توفير المياه على مشروع النهر الصناعي مع نقل المياه الجوفية من أقصى الجنوب. نتابع. يطارد لهيب الجفاف سكان جبل نفوسة في ليبيا، وتدفعهم تداعيات التغير المناخي إلى النزوح. تعد ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافاً، حيث الطلب على المياه أكبر بكثير من إمداداتها مع ندرة المياه والأمطار. الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر يثيران مخاوف استنفاد موارد المياه وانخفاض الإنتاجية الزراعية. يقطن منطقة الجبل الغربي أو جبل نفوسة على ارتفاع 968 متراً فوق سطح البحر نحو نصف مليون نسمة من أصل 7 ملايين عدد سكان ليبيا، إذ تأثرت منطقة جبل نفوسة بموجة الجفاف والتغيرات المناخية القاسية في السنوات الماضية. ليبيا تعتمد في توفير المياه على مشروع النهر الصناعي مع نقل المياه الجوفية من أقصى الجنوب الليبي، ويوفر المشروع حوالي 60% من المياه في ليبيا، لكن المياه تؤخذ من طبقات جوفية غير متجددة ولا يمكن إعادة تغذيتها بالمطر. وفي خضم هذه التغييرات يتحتم على ليبيا اتخاذ تدابير استباقية ضد الجفاف والتصحر المتنامي، إذ يمكن لتطوير الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ. وليد سليم، الحدث. من طرابلس ينضم إلينا خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص. أهلا بك معنا سيد علي. منذ متى وبدأت تتصحر الأراضي في جبل نفوسة، وكيف ممكن أن يؤثر ذلك على دعمها للإنتاج الغذائي في البلاد؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم من طرابلس. هذا الموضوع حساس جدا، وبالفعل يحتاج لدراسة وإيجاد حلول قوية جدا. منطقة جبل نفوسة وسهل جفارة، هذه كانت قديما بالذات سهل جفارة من أحسن المناطق في الزراعة، خاصة الحمضيات والزراعة الصيفية، فبالتالي تم استنفاد كميات المياه الجوفية في هذه المنطقة، خاصة منطقة سهل جفارة ومنطقة شرق سهل جفارة، أصبحت نادرة الهطول مع المياه، أصبحت بعيدة جدا، وأصبح المواطن يعاني الأمرين من حصول المياه. الحل الوحيد لهذه المنطقة هي تركيب محطات تحلية وربطها بالمزارع وإعادة ري هذه المنطقة كي تساعد على المحافظة على ما يعرف بالتغير المناخي، لأن لم تسجل أي حالات تتعلق بالتغير المناخي. ففي العشرينات يعني سجلت كأعلى درجة في منطقة الأرزية، الآن في هذه الفترة لم تتجاوز 47 درجة، فما نقولش تغير مناخي، لا زالت لم تسجل حالات فيها
ارتفاع شاهق في درجات الحرارة. يعني البديل هو توفير محطات تحمية وإحالة المناطق المصحرة أو التي تصحرت في هذه الفترة إلى مزارع لتلطيف درجات الحرارة. نعم. نعم. طيب هل ما زلتم في ليبيا وتحديدا هذه المنطقة تعتمد على مشروع النهر الصناعي المعتمد على المياه الجوفية، أم هذا المشروع دمر مع يعني منذ بداية الثورة؟ هو بنقول لك يعني شيء حقيقي، ما زالت أنابيب النهر الصناعي تربط العديد من المدن الساحلية وهي تستخدم في الاستهلاك البشري وليست في الزراعة. فلا بديل عن محطات التحلية، لابد من تركيب محطات التحلية وربطها بالمزارع، لأن لما احنا بنتكلم انا كرجل متخصص ومن سكان منطقة سهل شفارة، لما بنقول شنو هي درجة او بنعرف درجة الحرارة، هي درجة حرارة الهواء المحيط بنا اللي بنشعر بارتفاع الحرارة، هذا التعريف الصحيح لدرجة الحرارة. فبالتالي نتيجة لرحلة الهواء الطويلة اللي بتتجه من الشمال، من شمال الجزائر، لتشق قلب الصحراء ثم تستأنف عودة الرياح من الجنوب إلى الشمال، فبالتالي أصعب منطقة ترتفع فيها درجة الحرارة هي منطقة جبل نفوسة، منطقة سهل شفارة، العزية، جنوب القرابولي. هذا الخط هو من أصعب وأعلى درجات حرارة دائما معروفة فيه. نعم. طيب هل هناك مشاريع لعملية الاستمطار مثلا في هذه المناطق، أم هذا الأمر يفوق ميزانية الدولة حاليا؟ هو بالنسبة لمشروع الاستمطار هي لابد أن تتوفر أنواع معينة من السحب وتتوفر درجة حرارة في مستوى السحاب. يعني موضوع الاستمطار ليس ذو جدوى، فبالتالي لا بديل عن محطات التحلية. هل هناك بدء للعمل على إنشاء هذه المحطات؟ إلى حد هذا الوقت لم أسمع بهذه المحطات، وإنما يجب التفكير فيها لأن ما فيش بديل. نعم. للمحافظة. طيب. على البيئة، على الطقس المستقر يعني. طيب احنا انتهى وقتنا، انا عندي كثير صراحة من الأسئلة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن ربما في نشرات لاحقة. من طرابلس خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص، شكرا لك. مع ارتفاع أسعار اللحوم الحية، رصد الجزائريون تراجعا في إقبال المصريين على شراء الأضحية، وفي الوقت نفسه يرتفع الإقبال على صكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية. موسم الأضحية ينتظره القصابون عاما بعد عام لما فيه من رواج، وذلك بسبب حرص المصريين القادرين على أداء سنة الأضحية، ولكن مع ارتفاع الأسعار يقل الإقبال على شراء اللحوم الحية، أو على الأقل لم يعد كالسابق. في إقبال بسيط على الغنم كتير، والعجول برضو نسبة ضعيفة خالص، إنما على اللحوم الحمد لله في شغل كويس في اللحم. إنه طبعا كل واحد مثلا اللي عايز كيلو بيجي ياخده، اللي عايز نص بياخده. أنت بتتكلم في مفيش مقارنة بين السنتين اللي فاتوا والسنة دي. اللحم كان بمية وحاجة، النهاردة بربعمية، بربعمية جنيه، الموضوع مختلف كله. احنا كنا بنبيع الاضاحي مثلا ب 75 جنيه وب 80 جنيه. النهارده الاضاحي ب 185 جنيه وب 180. تراجع واضح في بيع اللحوم الحية، ولكن يقابله اقبال على شراء الصكوك التي توفرها الجمعيات الخيرية. هذا العام شهد ارتفاعا طفيفا في اسعار الصكوك مقارنة بسابقه. كل ما الأسعار بتعلى بيبقى صعب على المتبرع إنه يذبح لوحده أضحية كاملة، فبيكون محتاج للصك أكتر عشان يفرح إن شاء الله بياخد ثواب الأضحية وما يتكلفش تكلفة عالية. يعني بعد غلو اللحمة اللي احنا شايفينه، وطبعا في صكوك نازلة من وزارة الأوقاف، فبنضطر طبعا بنجيب الصك بيعمل له 3000 جنيه، لأن طبعا الأضحية دلوقتي بقت غالية جدا. أنا بحبش بس حكاية الصك عشان لازم أشوف الحاجة اللي أنا بجيبها على عيني، وبعد كده بشوفها بقطعها ونذبحها ونشوف الجزار يبقى حد كويس يعمله ويقطعه، وبعد كده اطلع اوزع بايدي. انا صراحه الواحد بيحسها لما يوزعها بايده.
الجمعيات تخير المتبرع ما بين استلام الثلث الخاص به أو التبرع به للتوزيع. تقوم بعض الجمعيات بطرح صكوك الأضحية بالتقسيط لتشجيع المضحين على الشراء من أجل التوزيع للمحتاجين. تامر نصرة، الحدث، القاهرة. مشاهدينا دقائق ونعود ونلقاكم في ساعتنا الثانية، ابقوا معنا والحدث دوما على منصات التواصل، تابعوها. في أمان الله. تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم لك تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين
أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. حرب أكتوبر 73، دورك في الأمم المتحدة تحديداً. إسرائيل كادت تهزم، ولو كان السادات يعلم بذلك لكان استكمل تحرير سيناء وحتى وصل إلى إسرائيل وانهارت إسرائيل. حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي في زيارة سرية والتقى فيها كيسنجر، شو الحوار اللي دار بينهم؟ خاصة أنه جولدا مائير كانت موجودة في واشنطن. الدكتور منير زهران السفير المصري الأسبق. الرئيس ألقى خطابه فجأة ذكر عبارته الشهيرة، أنا مستعد أروح آخر الدنيا، مستعد أروح القدس. سؤالي لك عن الخطاب وعن الزيارة، شو كان موقفك شخصيا؟ الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. الآن استوديو الحدث. بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث إلى العناوين. نتنياهو يحل مجلس الحرب الذي تشكل بعد 7 أكتوبر بعد طلب بن غفير خلافة جانس. تصريح جديد للجيش الإسرائيلي بشأن لبنان يثير جدلا، وتوضيح لاحق يوضح الرسالة لمبعوث بايدن. بسبب القصف الإسرائيلي على غزة عائلات كاملة أصبحت مجرد ذكرى على صفحات الفيسبوك. بكاميرات بحارة فلبينيين صور جديدة للسفينة التي ضربها الحوثيون وغرقت قبل أيام. كشفت مصادر الحدث أن واشنطن تعتبر خسارة أي من جنودها في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية سيرفع المخاطر وردات الفعل العسكرية، وأن الإدارة الأمريكية تفكر باستبدال بعض القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر بقوات حليفة. واشنطن حسب مصادر الحدث تشترط مشاركة دول أخرى خصوصا إقليمية لإبقاء مهمتها في البحر الأحمر. كما ذكرت المصادر أن واشنطن ودولا غربية تبحث عن خطة جديدة لمواجهة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، لأن الولايات المتحدة ودول غربية تقول إنها أصبحت تتحمل عبئا ضخما في البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة الحوثيين. في هذه الأثناء أوضحت مصادر الحدث أن الإدارة الأمريكية تقيم العملية العسكرية ضد الهجمات الحوثية ومستقبلها. يشهد البحر الأحمر توتراً بسبب استمرار جماعة الحوثي في مهاجمة السفن التجارية، فيما يرد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بضربات على مواقع تابعة للحوثيين، عادة ما تطلق منها المسيرات والصواريخ. وبين الحين والآخر يدعي الحوثيون مهاجمة مدمرات أو إغراق أخرى في محاولة قد تكون أشبه بتسجيل نصر لغريق يتعلق بقشة. نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وعلى النحو التالي: الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة كابتن باريس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. هذه حاملة الطائرة الأمريكية أيزنهاور التي ترسو في البحر الأحمر، ويعمل أسطولها من الطائرة المقاتلة وطائرة المراقبة دون توقف لكشف واعتراض الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون على السفن، كما يعمل أسطولها بشكل مستمر على نفي الأخبار التي تدعي مهاجمتها أو إغراقها من قبل جماعة الحوثي.
أعتقد أن معظم الادعاءات الكاذبة التي تحدثت عنها تقول إننا غرقنا. خلال الأشهر الستة الماضية ادعى الحوثيون إغراقنا مرتين أو ثلاثة. هذا أمر مضحك، يحاولون إيهام أنفسهم بنشر معلومات مزيفة، لكن هذا لن ينفعهم. رغم الترويج الحوثي للضربات ونجاعتها، إلا أن أيزنهاور تعمل بشكل طبيعي ويصل الطاقم إلى شبكة الإنترنت وهم على اتصال مع عائلاتهم. وتقوم أيزنهاور بدوريات في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، كما يتم أيضاً إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للحاملة بشكل متكرر لضرب مواقع الصواريخ التي تكتشفها قبل إطلاقها. هذا وأظهرت لقطات صورها بحارة فلبينيون السفينة توتر وهي تغرق في البحر الأحمر نتيجة تعرضها لهجوم حوثي بزورق مسير في البحر الأحمر. السفينة تحمل علم ليبيريا ومملوكة لليونان واستهدفت في العاشر من يونيو أثناء استهدفت في العاشر من يونيو أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. وصل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل في إطار محاولاته لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية، على أن يتوجه بعدها إلى بيروت. وقال الإعلام الإسرائيلي إن هوكشتاين لا يستطيع منع التصعيد لكنه سيسعى إلى ذلك، معتبرة أن تأثيره على حزب الله يعتبر هامشيا. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن هوكشتاين سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتحاق هرتسوغ ووزير الدفاع يؤاف جالانت، الوزير السابق بني جانس وزعيم المعارضة يائير لابيت. كما سيلتقي المبعوث الأمريكي كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيروت. من بيروت ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. أهلا بك معنا محمود. من هو القائد الذي تم استهدافه في بمسيرة إسرائيلية في سلعة؟ أهمية الوظيفة الوظيفية لحزب الله. المصادر المقربة من حزب الله تتحدث على أن هذا الشخص هو له علاقة باللوجستي وتحديدا بمسألة التصنيع، بمعنى الورش التصنيع التي تشرف على صناعة الصواريخ أو على صناعة قواعد الصواريخ أو أيضا على صناعة الراجمات هذه الصواريخ. وتحديدا نعلم إلى أن أغلب هذه الصناعة من المجهود الحربي إذا صح التعبير والتي يطلق عليه بالمفهوم العسكري هو يجمع في لبنان، وأما الأساس له من راجمات إلى آليات عسكرية إلى
تصفيح فهو يصنع أيضا في معامل ومصانع لحزب الله في لبنان. المصادر تقول إلى أن لهذا الشخص العسكري الميداني في الحزب علاقة بهذا المضمار، وهو كان في منزله في بلدة سلعة، خرج وقاد سيارتها التي هي من نوع رابيد، وما أن اجتاز عدد من الأمتار حتى كانت المسيرة التي هي فوق المنطقة وقامت بإلقاء صاروخ أو باستهدافه بصاروخ أرض جو أرض، مما أدى بعد ذلك إلى مقتله على الفور بعد أن اندلعت النيران في هذه الرابيد. هذه العملية يمكن القول إلى أنها جاءت خرقا للواقع العسكري الذي يحصل على الجبهة وتحديدا في أيام العيد منذ الأمس حتى هذا التوقيت. من جهة حزب الله لم يسجل عندنا أي عملية عسكرية، وهذا ما انعكس إيجابيا على الواقع الاجتماعي، فعدد من أهالي البلدات القرى الذين تركوها في الفترات الماضية عادوا إليها على قاعدة تفقد هذه البلدات وزيادة أهداف وأيضا القبور في بلداتهم. والإسرائيليين كان بالأمس قصف مدفعي ما بين الإمارات، نعم، يأتي الحال إذا قورن بالأيام الماضية هو أخف نسبيا، نعم، عما كانت عليه من صخب المواجهات. عندنا مشكلة محمود في الاتصال، الصوت يتقطع، ولكن سأسألك إذا كانت هناك في معلومات جديدة غير ما ذكرته الصحف حول زيارة هوكشتاين. الأساس في هذه الزيارة والتي كانت قد مهد إليها أو مهد لها بعدد من التسريبات الدبلوماسية إلى أنه يحمل القضية الأساسية التي حملها الحكومات الملكية، وهو تثبيت الذهاب في، نعم، وأنها سريعا طيب محمود أنا أشكرك على ما يبدو في مشكلة في الصوت حتى هذه اللحظة. مراسل الحدث محمود شكر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. الله أكبر، حد البيت بالضبط ضربوا أول صاروخ من فجرش ضربوا الثاني. الله أكبر، الحمد لله يا ربي الحمد لله. ليكو والنزل يا شباب، حد مني الصاروخ، الله أكبر. قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من عناصر حزب الله اللبنانية قد يؤدي إلى تصعيد خطير. واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن تزايد وتيرة اعتداءات حزب الله سيقود لتصعيد على نطاق أوسع، وهو ما يمكن أن يتسبب بعواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها على حد قوله. كما اتهم المتحدث حزب الله بتعريض مستقبل لبنان للخطر من أجل أن يكون درعا لحماس. لاحقا أوضح الجيش الإسرائيلي كلام هاجاري وقال إن هذا ليس تهديدا بل رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى المستشار الأمريكي عاموس هوكشتاين. تنظيم حزب الله الإرهابي في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل، ومنذ أن قرر الانضمام إلى الحرب التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مسيرة من لبنان على العائلات والمنازل والمجتمعات الإسرائيلية. هجمة حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيداً أوسع نطاقاً، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها. حزب الله يعرض مستقبل لبنان للخطر حتى يكون درعاً لحماس. بسبب البنية التحتية العسكرية لحزب الله وأسلحته ونيرانه على إسرائيل من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان،
وبسبب فشل لبنان في تطبيق القرار 1701 على حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مدنيها حتى يتم استتباب الأمن على طول حدودها مع لبنان. بطريقة أو بأخرى سوف نضمن عودة الإسرائيليين الأمنة إلى منازلهم شمالي إسرائيل، وهذا ليس مطروحا للتفاوض. يواصل وكلاء إيران الإرهابيين جر المنطقة إلى الدمار، وستواصل إسرائيل القتال ضد محور الشر الإيراني على جميع الجبهات في غزة ولبنان وفي جبهات أخرى، بينما نعمل من أجل مستقبل أكثر أمنا للشرق الأوسط بأكمله. إن 7 أكتوبر لا يمكن أن يحدث مرة أخرى على أي من حدود إسرائيل، وعلى إسرائيل واجب الدفاع عن شعبها، وسوف نقوم بالوفاء بهذا الواجب بأي ثمن. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي جورج شاهين. أهلا بك معنا سيد جورج. بداية، هل تتوقع زيارة المبعوث الأمريكي لا تحمل في طياتها أي بنود جديدة أو شروط جديدة ربما تطرح على لبنان قبل أن يكون هناك الحديث عن تخفيض التصعيد بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله؟ شكرا على الاستضافة. لكن لبنان ينتظر السيد عامر هوكشتاين لأكثر من سبب. تبلغنا بالأمس أنه وبعد زيارته إسرائيل سيكون في بيروت، ولكن ليس هناك أي جدول أعمال أو بنود يمكن أن يركز عليها في حديثه. لبنان ينتظر من السيد هوكشتاين على الأقل 3 عناوين أو 4 عناوين قيد البحث. نحن بحاجة لوصوله للتثبت من مدى دقة الإعلان الفرنسي عن النية بتشكيل إطار عملي ثلاثي يضم فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الوضع في المنطقة والسعي إلى خفض التصعيد في لبنان. وكلنا نعرف أن السيد هوكشتاين هو المكلف اليوم بملف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولبنان يصر على تظهير وتثبيت الحدود الدولية كما رسمت عام 1923 من دون التلاعب. لكن ما يزرع القلق لدى المسؤولين اللبنانيين الحديث الفرنسي والأمريكي، وربما بعض مسؤولي الأمم المتحدة ما زالوا يتحدثون عن شيء اسمه الخط الأزرق. والخط الأزرق هو خط انسحاب إسرائيل عام 2000، وهو ليس الحدود الدولية. نحن بانتظار هوكشتاين أيضا لمعرفة مصير المفاوضات الجارية والتي يتكفل بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في غياب رئيس جمهورية لبنانية. رئيس الجمهورية اللبنانية مفقود في لبنان. نعم. هناك عمل لترتيب ما سمي باتفاق الإطار بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. لذلك ما هي ساعات ويصل السيد هوكشتاين إلى بيروت، علما أن لديه شبكة من العلاقات. هوكشتاين يتحدث بطريقة شبه يومية مع المسؤولين اللبنانيين. نحن على ثقة بأنه على تواصل مستمر مع الرئيس نبيه بري عبر المساعدين وعبر من يسعى إلى ترتيب ما سمي باتفاق الإطار، وهو على اتصال بالمسؤولين اللبنانيين. لذلك لا ننتظر كثيرا قدومه يعني كزيارة ميدانية إلى بيروت. المواعيد رتبت غدا قبل الظهر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس ثابتا بأنه سيلتقي آخرين، وربما كان له لقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون. طيب، قال سابقا هوكشتاين أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا على لبنان. ماذا يعني هذا الكلام؟ وهل ممكن أن يغامر حزب الله بأن يفتح الجبهة مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ المشكلة أننا نعيش جوا من التناقض بهذا المنطق. تارة يقول الأمريكيون، وقال هوكشتاين من قبل، قال أنا أنتظر وقفا لإطلاق النار في غزة لأنه سينعكس مباشرة على الوضع في جنوب لبنان، وهو ما تكرس إذا بتتذكري بمرحلة الهدن الإنسانية 5 التي تم الاتفاق عليها في غزة، وهي انعكست بطريقة مباشرة على لبنان. هذه المرة أنا لست واثقا بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سينعكس
من المؤكد أنه سينعكس على الوضع في لبنان. إسرائيل تعتقد حسب بعض الاتصالات الدبلوماسية بأنها لن تسمح لحزب الله بأن يتحكم بهذه الجبهة بهذه الطريقة. أوقفوا إطلاق النار في غزة، نوقف نحن في جنوب لبنان. لكن ما الرهان على هون الرهان على المبادرة الأمريكية. سقطت كل المحاولات الأخرى، سقطت المحاولة الفرنسية، سقطت المحاولة القطرية، سقطت المحاولات التي قام بها الجميع، والرهان اليوم على السيد هوكشتاين شخصيا. يعني لذلك ليس من المؤكد بأن أي هدنة في غزة ستنعكس على جنوب لبنان، ومن المستحيل أن نرى هدنة في لبنان طالما أن الحرب أو العدوان مستمر على رفح. طيب سيد جورج، في غزة والضفة الغربية. طيب حزب الله هو ربط ما يجري في الجنوب اللبناني مع التطور والتصعيد العسكري داخل غزة. ما هي مبررات الحزب الآن إذا وسع رقعة المواجهة مع إسرائيل؟ ما هي مبرراته؟ ليس لدينا ما يثبت بأن حزب الله يراجع أي من المسؤولين اللبنانيين بقواعد الاشتباك وبقراراته. كل ما هو ثابت بأن كل تصرفاته والعمليات العسكرية لا يطلع عليها أي مسؤول لبناني. لذلك أنا هون أرغب بأن أشير لما يقوله بعض الدبلوماسيون ومنهم السيد هوكشتاين، يقول عندما يتعاطى مع رئيس مجلس النواب يتعاطى معه كوسيط ينقل إليه أجواء حزب الله، عدا عن أنه أحد الأطراف الأساسية فيما يسمى عندنا الثنائي الشيعي. أما رئيس حكومة لبنان فهو ينتظر ما يبلغه به الرئيس نبيه بري. ليس هناك من قرار حكومي لبناني، وليس بقدرة أي مسؤول لبناني أن يضمن كيفية تصرف حزب الله. هذا شيء ثابت لم يعد يخضع للنقاش. وزارة الخارجية تنتظر التعليمات من رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس حكومة تصريف الأعمال ينتظر كلمة السر من رئيس مجلس النواب، هناك تطبخ القرارات بالتعاون مع قيادة حزب الله. لذلك عندما يتعاطى الأمريكيون ويقدمون الضمانات، الأمريكي اليوم يقدم ضمانة مهمة للبنان، خلينا نكون صريحين. الأمريكي يؤكد بأن إسرائيل لن تقدم ولن تخرج عن قواعد الاشتباك المعتمدة في جنوب لبنان بدون علم الأمريكيين. لن يكون هناك عملية عسكرية غير عادية. شيل العمليات الأمنية والاغتيالات كما نشاهدها والتي تكثفت في الفترة الأخيرة. هناك بنك أهداف خطير لدى القيادة الإسرائيلية يتناول كل قيادات حزب الله على كل المستويات، والدليل في المطاردات وعمليات القنص بالصواريخ التي تستهدف مسؤولي الحزب منذ فترة، من لبنان، من جنوب لبنان، نعم، إلى أقليم الشوف، إلى مناطق، وصولا إلى الأراضي السورية وبعلبك الهرمل. يعني ليس هناك من كيلومترات تحدد قواعد الاشتباك عندما يتصل الأمر بعملية أمنية تستهدف قائدا أو مسؤولا في حزب الله. وهو ما يعترف به حزب الله أيضا، يعتبر أن هذه العمليات ضمن قواعد الاشتباك، لذلك يرد عليها بالطريقة العسكرية التي يقوم بها. شكرا. الضمانات الأمريكية متوفرة بأية عمليات، لكن لبنان ليس بقدرته أن يقدم أي ضمانة، نعم، عن تصرفات حزب الله. لبنان الرسمي، نعم، لبنان الرسمي، ليس لبنان الذي نشتهيه. هو لبنان الرسمي غايب يا سيد جورج. شكرا من بيروت الكاتب الصحفي جورج. لبنان الرسمي تحول، يعني تصوري، رئيس حكومة يلعب دور المفاوض ورئيس مجلس النواب، نعم، يلعب دور البريد السريع. شكرا سيد جورج شاهين، شكرا لك، كنت معنا من بيروت. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران بات لا يعني شيئا.
أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ من جديد، اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن اتفاق إيران النووي لا يعني الآن شيئا. يأتي هذا التصريح في ظل جمود تشهده مفاوضات فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي ورفع العقوبات. وقال جروسي في مقابلة مع صحيفة روسية إن هناك حاجة إلى العودة إلى الدبلوماسية، لا سيما أنه لم يعد أحد يلتزم حاليا بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015. والخميس الماضي قالت الوكالة إن إيران تواصل زيادة قدراتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران، وهو قرار وصفته إيران بأنه متحيز سياسيا. مشاهدينا، تصاعد الخلاف مجددا بين إيران ووكالة الطاقة الدولية والدول الغربية مع إعلان طهران تشغيل مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وعزمها أيضا تركيب أجهزة أخرى خلال الأسابيع المقبلة. واشنطن هنا قالت إن إجراء إيراني التصعيد نووي يعزز أداء برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من مستوى تصنيع الأسلحة. واعتبرت واشنطن أن هذا يسهل على إيران امتلاكها مخزونا يكفي لصنع عدة قنابل نووية إذا اختارت تصنيعها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا قالت إن إيران بدأت تغذية اليورانيوم في 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة في منشأة نطنز. تقارير أيضا قالت إن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقارب نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. وأضافت أن إيران تقوم بتركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في نطنز و8 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو النووي. وتطورات هذه تأتي بعد انتقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لعدم تعاونها بشكل كامل مع الوكالة، ومنذ انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بمستويات مختلفة نافية التوجه لصناعة سلاح نووي. لكنها بالمقابل قيدت لسنوات وصول المفتشين إلى المواقع ولم توضح سر العثور على مواد نووية في إحدى منشآتها. We'll be right back.
مشاهدينا من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، ومن مدينة بون الألمانية ينضم إلينا الدكتور جاسم محمد الباحث في شؤون الأمن الدولي والإرهاب. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك دكتور صادقيان. دكتور محمد، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال إن اتفاق إيران النووي لا يعني شيئاً الآن. ماذا يعني هذا التصريح؟ وكيف ممكن أن تتعامل معه إيران؟ تحية لك وإلى ضيفك دكتور جاسم وإلى المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يعني جروسي عندما يتحدث بهذه اللغة بالتأكيد هو يشير إلى أن هذا الاتفاق في حقيقة الأمر هو فعلا لم يعد موجودا، لأن الرئيس ترامب عندما سحب من هذا الاتفاق في العام 2018 هو أراد انهيار هذا الاتفاق، لكن الدول الأوروبية التي طالبت إيران بالبقاء في هذا الاتفاق، وإيران قالت بأن إذا سحبت الولايات المتحدة فهي سوف لن تبقى في هذا الاتفاق، لكن مطالبات الدول الأوروبية لإيران بالبقاء في هذا الاتفاق مع تفعيل، وهذه قدمته إلى إيران، قالت بأنها تريد يعني قالت لإيران ابقوا في هذا الاتفاق ونحن نفعل آلية إنستكس للتعامل الاقتصادي مع إيران، واتفقت هذه الدول ووضعت هيكلية ونظام لهذه الآلية آلية إنستكس، لكن مع الأسف الشديد بأن هذه الدول لم تنفذ هذه الآلية، هذه الدولية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وبالتالي قالت بأنها تقع تحت ضغوط من الولايات المتحدة وهي لا تستطيع أن تنفذ هذه الآلية. هذه الآلية هي ضمن الاتفاق النووي، لكن إيران صبرت على ذلك أيضا، وإلى أن أدى إلى أن إيران تقول إذا لم يعمل تعمل الدول الغربية، أحد الدول الغربية انسحب من الاتفاق، الدول الترويكا الأوروبية لن تفعل هذه الآلية الاقتصادية في الاتفاق، وبالتالي هي عملت ما عملت عليه إلى أن وصلت إلى تخصيب 60%، وهي استندت على بنود الاتفاق النووي. أنا أعتقد بأنه الآن يجب أن تكون هناك تفاهمات، إيران لديها أوراق قوة، لكن بالتأكيد سوف لن تستند على ما يعمله سواء الدول الأوروبية أو الدول الغربية، وبالتالي نحتاج إلى ثقة. هذه الثقة إذا فقدت الاتجاه يسير باتجاه آخر لا يخدم لا مصالح الدول الغربية ولا مصالح الدول الإقليمية أيضا، وبالتالي يعني أعتقد بأنه يجب أن نفكر بكيف نعزز الثقة من أجل عدم دفع إيران إلى ربما خيارات لا تخدم أي طرف من الأطراف المعني بالاتفاق النووي الإيراني أو البرنامج النووي الإيراني. دكتور محمد، يعني هو موضوع الثقة، المجتمع الدولي بالذات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي رمت موضوع الثقة أو كرة الثقة في ملعب إيران فيما يخص اليورانيوم الذي وجد في أماكن أخرى لم يتم الإفصاح عنها من جانب إيران. تعليق مختصر بس على هذا الموضوع. لا نعم، الثقة ليست في هذا الموضوع، الثقة كيف نوجد الثقة في التعامل في السلوك بين إيران والدول الغربية. الثقة عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018، الثقة المتبادلة عندما لم تعمل الدول الغربية والترويكا الأوروبية تحديدا بتفعيل آلية الأنستكس، هذه هي عوامل تعزيز الثقة. الآن إيران تقول بأنها تستطيع أن تبدد القلق وتجيب على الأسئلة التي تريدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن نعلم بأن هناك كانت ثلاثة أسئلة حول ثلاثة مواقع، أحد المواقع إيران استطاعت أن تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقى موقعين. هذين الموقعين الإيرانيون يقولون بأنهم يستطيعون أن يبدلوا يقنعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الملف الإيراني الآن دخل نفق سياسي، وحتى جروسي في بعض الأحيان داخل في عمل سياسي وليس في عمل مهني يستطيع أن تقني أكثر، يعني خرج عن مساره التقني وذهب إلى المسار السياسي. طيب سأنتقل إلى دكتور جاسم. دكتور جاسم، أيضا جروسي قال، رافائيل جروسي طبعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أن هناك حاجة إلى العودة إلى الدبلوماسية، لا سيما أن ذلك يأتي في وقت لم يعد أحد يلتزم أساسا بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في 2015. ما المقصود هنا بالعودة إلى الدبلوماسية؟ أي دبلوماسية يتحدث عنها؟
أجد أنه هو ما يقصده أن يكون هنالك عودة أو تغيير ربما جذري حتى في الاتفاق عام 2015. لكن في نفس الوقت هنا الصحافة الألمانية بصراحة اتهمت روسي ووكالة الطاقة الذرية بأن ربما هي من ساهمت بسبب سوء سياساتها، أيضا ساهمت ودعمت ربما خبراء إيرانيين بالحصول على التكنولوجيا التقنيات لأن تصل إيران إلى هذا المستوى. إيران الآن يعني حتى في بعض التوصيفات تقول أن هذا الاتفاق عفى عليه الزمن إلى هذا الحد، وهذا يعود بسبب أنه عدم التزام إيران ربما في مسودة الاتفاق التي وضعت عام 2021، وكذلك هي لا تسمح أيضا بدخول يعني الخبراء والمفتشين، ولذلك أجد أنه نعم. الآن الوكالة في موقف لا يحسد عليه، ولذلك أجد أنه ما مطلوب الآن هو أن تكون هنالك صياغة جديدة إلى الاتفاق، وأن تكون هنالك آلية جديدة إلى وضع ربما تفاهمات ما بين إيران والوكالة لأن تسمح إيران دخول الخبراء إلى المنشآت، خاصة أنه هنالك اتهامات إلى إيران بأنها هي تجاوزت 60%، وتقول الوكالة بأنه لا توجد دولة تمتلك 60% ولا تمتلك القنبلة أو الأسلحة النووية. فإذا الاتهامات موجهة إلى إيران، ويجد ما مقصود بالدبلوماسية هو إيجاد التفاهمات الجديدة تسمح للوكالة بالدخول. طيب دكتور جاسم، عندما تقول اتفاق نووي جديد أو خطة جديدة يتم العمل عليها، هذا الاتفاق لن يكون كالسابق طالما في تجاوزات من جانب إيران في عملية التخصيب. بمعنى سيكون هذا الاتفاق يخدم إيران أكثر ما يضرها لأنه جعل مصلحتها. الاتفاق الجديد هو يختلف بصراحة، وحتى إيران أيضا طلبت أن يكون اتفاق جديد غير قائم على الاتفاق 2015، لكن في نفس الوقت نلاحظ هنالك طروحات أيضا من دول أوروبا، خاصة الدول الثلاثة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك من بعض الدول الإقليمية التي طالبت أن تكون هنالك تعديلات، أبرزها الصواريخ البالستية، لا ننسى الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية. هذه لا تكون ضمن رغبة إيران بقدر ما هي رغبة إقليمية ودولية أن تلتزم إيران في اتفاق جديد، كون أن نتحدث الآن عن عام 2024 ولا نتحدث عن عام 2015. الكثير من المتغيرات في التوترات الدولية والتهديدات وحتى في تقنيات التكنولوجيا أصبحت ربما جديدة، وجد أن إيران حصلت على التكنولوجيا وتجاوزت أيضا على العقبات التي كانت تواجهها ربما عام 2015. فإذن نحن أمام اتفاق جديد وكذلك إيجاد تفاهمات جذرية جديدة ما بين الوكالة وكذلك إيران. طيب دكتور صادقيان، أنا هسألك سؤال وأتمنى إجابة بصراحة، يعني بحكم موقعك في الدراسات. الآن عندما تخرج واشنطن من الاتفاق النووي وتمزقه على يد الرئيس ترامب، هذا ما كان في مصلحة إيران بأنها ترفع نسبة التخصيب وأيضا بأنها تضع شروط أقوى على الطاولة، طالما أنه يعني فك الارتباط جاء من الدول الغربية وليس من إيران نفسها بحد ذاتها، وهذا أيضا يجعلها بأنها تطرح شروط في أي مباحثات مقبلة فيما يخص هذا البرنامج على الطاولة لمصلحتها إقليمية على الأقل؟ إيران عندما دخلت في مفاوضات في العام 2013 دخلت مفاوضات مع الدول الغربية وتحديدا مع الولايات المتحدة، وكلنا يتذكر الاجتماع الذي دام أسبوعين في فيينا بين وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيره جان كيري. وبالتالي إيران كانت صادقة في هذه المفاوضات، وهي كانت تريد من هذه المفاوضات أن يزال القلق عند الجانبين. قلق إيران هو إزالة العقوبات المفروضة عليها، هذا هو الهدف الإيراني من هذه العقوبات. عندما تم هذا الاتفاق وتم تحديد تخصيب اليورانيوم بنسبة 3%، يعني 3.7%، هي أرادت أن تزيل القلق عند الجانب الغربي. الآن
هذا السلوك، سلوك الوكالة اللي تحدث عن الصحف الألمانية التي نقلها الدكتور جاسم، إيران لحد الآن لن تعمل أي خطوة تتعارض مع قانون الضمانات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنها رفعت نسبة التخصيب. حضرتك بتشرح لي الستين بالمية هي ضمن موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه في المجال السلمي ويحق لأي دولة أن تكون تخصب 60% عندما يكون التخصيب في إطار السلمي. لكن إيران الآن مستعدة للرجوع إلى المربع الأول إلى نقطة 3%، يعني 3.76%، بشرط أن يتم العمل بالاتفاق النووي وأن يتم التعامل بكل الاتفاق. طب هذا ما يعني بأن هي لديها مخزون من اليورانيوم المخصب أعلى من 3%؟ هي ممكن ترجع، بس هي عندها مخزون مخصب. أنا أسف أني بقاطعك، بس لأنه دكتور محمد والله أنا الوقت انتهى، بس أنت برضو ما جاوبتني على سؤالي بشكل مباشر. سؤالك شو هو؟ أنا إذا جاوبت عليه بشكل مباشر لا، أنت بتعطيني تحليل. الآن إيران مستفيدة من خروج واشنطن من الاتفاق النووي، حتى وإن مستفيدة، إذا هي متضررة الآن من العقوبات الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد هي لديها شروط ستفرضها، بمعنى ستعود إلى نسبة التخصيب 3%، ولكن ممكن يكون لديها مخزون عالي مخصب من اليورانيوم يتجاوز 60%. أبدا، خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أضر إيران، لأن إيران كانت تريد أن ترفع العقوبات عليها. الآن إيران لا تريد، ليس لديها شروط أخرى فيما يخص التخصيب ونسبة التخصيب. إيران الآن تريد رفع العقوبات، وما عملته الولايات المتحدة يضر بالولايات المتحدة وأضر بإيران، وإيران الآن هي غير مرتاحة بسبب خروج الولايات المتحدة وبسبب عدم التزام الدول الأوروبية. يعني متبقي كم شهر على الانتخابات الأمريكية، ممكن نسمع مفاجأة فيما يخص العقوبات. شكرا جزيلا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، ومن مدينة بونا الألمانية الدكتور جاسم محمد الباحث في شؤون الأمن الدولي والإرهاب، شكرا جزيلا لكم. كشف الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة أن مرض زوجته أسماء الأسد بمرض اللوكيميا وعلاجه صعبان، لكنه قال إن عزيمتها جيدة. أي شخص بيواجه مرض الصبر، أول شيء الصبر ينطلق من الإيمان. الحالة ما بتزيد. إن شاء الله مصطفى تعالي بتأمن من عليها العافية وتأنس بعودتها كمان الصحة إن شاء الله. هي معنوياتها عالية أولا، والدعوات اللي سمعها من كثير من السوريين لها تأثير كبير علينا كلنا كعائلة، وكلنا نعرف وهذا متعارف عليه، ليس بالضرورة أن يكون هناك إثبات علمي، ولكن متعارف عليه معنويات المريض هي أساس إن شاء الله. أول ما طلع التشخيص خالد دائما الواحد بيسأل سؤال من شو أحمد رب العالمين، هي مرض ماضي بهالحالة، لكن كنا عم نحكي بهالموضوع فبتقول إنه يعني أول شيء الواحد بيفكر فيه إنه صابتك مشكلة، مرض صعب وعلاجه صعب، ولكن إذا نظرت خلال الحرب العائلات السورية ففي كثير عائلات وضعها أصعب مني كثير، سواء بمرض، سواء بفقدان، سواء بفقر، مشاكل. تتواصل التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، حيث أشارت توقعات الأرصاد السعودية من وصول درجات الحرارة اليوم إلى 49 درجة مئوية في المشاعر المقدسة، مشددة على ضرورة ابتعاد الحجاج عن الإشعاع الشمسي واتباع التعليمات الصحية باستخدام المظلات وشرب المياه بكميات كافية وتجنب المشي على الأسطح في أوقات الذروة. لنستطلع الأوضاع من منشأة الجمرات ينضم إلينا مراسل الحدث عبد المحسن الحربي، ومن الحرم المكي معنا مراسل الحدث سلطان السلمي. أهلا بكما، سأبدأ معك من المسجد الحرام. سلطان، صف لنا كيف تبدو الأوضاع الآن من تجهيزات، من عمل المتطوعين، استجابة الحجاج أيضا للتحذيرات من الأرصاد الجوية ومن السلطات السعودية في أول أيام التشريق، تفضل.
قبل دقائق معدودة وقليلة من الآن أعلن المركز الوطني للإرصاد عن وصول درجات الحرارة في العاصمة المقدسة 51 درجة مئوية، أما في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى بلغت 49 درجة مئوية. وبحسب مصادر الحدث تقوم الآن وزارة الصحة السعودية بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والقطاعات الأمنية على تخفيف التدفقات البشرية إلى منشأة الجمرات أو حتى كذلك إلى الحرم المكي حتى انخفاض درجات الحرارة نسبيا خلال الساعتين القادمتين، لا سيما أن الارتفاع ملحوظ جدا وملموس، نتحدث عن 51 درجة مئوية في الظل، أما الملموسة قد تكون أكثر من ذلك بكثير. لذلك هنالك الآن غرفة عمليات يتم التواصل بين الجهات المعنية والعاملة في موسم الحج لوضع بعض القرارات من ضمنها تخفيف التدفقات البشرية بشكل تدريجي حتى بعد الساعة الرابعة عصرا، وانخفاض درجات الحرارة لا سيما أنه بعد الساعة الرابعة تبدأ درجة الحرارة تنخفض تدريجيا وصولا إلى درجة الحرارة إلى 40 ومن ثم أو إلى 45 درجة مئوية. أيضا فيما يتعلق بالمشهد العام كما نشاهد هنالك حرص كبير من قبل عدد كبير من الحجاج على الالتزام باستخدام المظلات لتخفيف درجات الحرارة، وأيضا هنالك رجال الأمن والمتطوعين يقومون برش المياه الباردة تحديدا في صحن المطاف. أما فيما يتعلق بالأدوار الداخلية العلوية للمسجد الحرام هي مغطاة بالكامل بالتكييف، لا سيما أن الحرم المكي يملك أكبر وحدات تبريد في العالم، لذلك هنالك حرص ونزول ميداني واضح من قبل المتطوعين والهلال الأحمر السعودي داخل صحن المطاف للتعامل مع أي حالات ضربات شمس أو وجهات حرارية خلال أداء طواف الإفاضة. أيضا فيما يتعلق بعمليات التنظيم ودخول وخروج الحجيج من المسجد الحرام أو إلى المسجد الحرام، هنالك عملية أو مسارات تم العمل عليها من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم عمليات دخولهم عبر بوابات محددة وخروجهم كذلك عبر بوابات أخرى حتى لا يكون هنالك أي كثافات بشرية. هنالك في عملية الطواف في صحن المطاف أو حتى في الأدوار العلوية سلاسة واضحة، لا سيما نحن من ساعات الصباح الأولى نشاهد هذه السلاسة والانسيابية. أيضا من الممكنات التي ساهمت في تحسين تجربة الحجاج وتحديدا كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة هو توفير عربات الجولف كار التي هي بسطح الحرم المكي التي يستطيع الحاج أداء طواف الإفاضة في مدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة. أما من داخل صحن المطاف الذي يستوعب في الساعة الواحدة أكثر من 107,000 حاج، لذلك نشاهد انسيابية كما يظهر أمامكم في الصورة رغم ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة، لأن هنالك تواجد لفرق الكشافة والمتطوعين الصحيين والكوادر الخاصة بوزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي. أما المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة فقد استقبلت بعض الحالات الصحية. طيب سلطان اليوم. سنذهب الآن إلى منشأة الجمرات مع عبد المحسن الحربي. عبد المحسن أهلا بك معنا لتطلعنا كيف تبدو الأجواء في أول أيام التشريق. طبعا منشأة الجمرات يعني فقط نريد أن نعرف الجمهور عليها بأنها مظللة بها مراوح فيها رذاذات الماء، ولكن عند الخروج منها للذهاب إلى محطة القطار يبدو في يعني في أشعة شمس. هل هناك استجابة أيضا بحمل المظلات توفير المياه وبرادات المياه على مسار الطريق؟ تفضل. نعم تهاني، بالفعل كما ذكر زميلي سلطان الوضع السائد هو عبر التحضيرات والشمس القوية وأيضا درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير جدا، بالتالي التحضيرات للخوف على سلامة الحجاج من تعرضهم لأي ضربات شمس أو إجهاد حراري وربما المشكلتين الطبيتين التي كانت تواجهان الحجاج ويتعرضان لها بشكل كبير جدا خلال اليومين الماضيين. تم تسجيل يوم الأمس فقط 2700 ضربة شمس وإجهاد حراري تم إعلانها من قبل وزارة الصحة، بالتالي التحضيرات كبيرة. وأيضا التوصيات بحمل المظلات بشكل كبير للحجاج وأن يؤجلوا عملية رمي الجمرات حتى بعد الرابعة عصرا. كما تشاهدين الآن هنا في الصورة نحن في الأدوار المظللة والتي يتواجد بها مراكز تكييف عالية
الجودة تقوم بالتبريد بشكل مباشر على الحجاج. هنالك حشود كبيرة لا زالت تتواصل وتتوافد هنا، ربما خلال الساعات القادمة تقل أو خلال الفترة القادمة تقل نظرا للتحذيرات وأيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وخوفا على سلامة الحجاج. أيضا على مستوى التنظيم هنالك تقوم عدد من الجهات المشاركة هنا في عمليات التنظيم، سواء كان من تقديم الخدمات الصحية وتقديم الخدمات الإسعافية بالإضافة إلى تقديم الخدمات التنظيمية كما تشاهدين في الصورة، قوات الطوارئ الخاصة التي تقوم بعملية التنظيم بشكل مباشر لتوزيع التدفقات البشرية من للحجاج الذين وصلوا هنا لرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وهذه العملية تستغرق قرابة 10 دقائق في خلال الدقائق الماضية، وبين الفترة والأخرى يقوم رجال الأمن بعمل موجات بشرية لعمليات تفريق للحجاج الذين هم أو أي تجمعات قد تسبب بعض التكدسات البشرية والتدافع. من منشأة الجمرات مراسل الحدث عبد المحسن الحربي، ومن المسجد الحرام مراسل الحدث سلطان السلمي، شكرا جزيلا لكما. تتجه الصين إلى الاستغناء تماما عن الأيدي العاملة في المصانع خلال الأعوام المقبلة واستبدالها بروبوتات ذات إمكانيات عالية، إذ تصدرت الصين في صناعة الروبوتات المتخصصة في المجالات التي تحتاج إلى دقة عالية. يمكننا هنا مشاهدة بعض ما توصلت إليه الصين في صناعة الروبوتات. تنفرد الصين في استخدام آليات تقوم بصناعة وتركيب السيارات وماكينات تستخدم في المصانع عموماً بدلاً من الأيدي العاملة التقليدية. هذه مجموعة من الآليات التي تعمل على تركيب السيارات من الصفر في غضون ساعات. يحظى المكان هنا أيضاً على روبوتات كثيرة تسمى بالأذرع اليدوية وقادرة على العمل في أدق المجالات الطبية كالعمليات الجراحية والصناعات الإلكترونية، وروبوتات أيضاً قادرة على العمل في المجال البيئي. تحتل الصين مشاهدين على 45% من السوق العالمي في مجال صناعة الروبوتات. صدرت الصين في العام الماضي حوالي 240 ألف روبوت، فيما تهدف لرفع العدد خلال العامين المقبلين إلى 600 ألف روبوت، فيما تملك هذه المؤسسة المشرفة على صناعة الروبوتات في الصين إلى 6 مراكز بحث لدراسة ما يمكن تطويره مستقبلاً. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، دوما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. في أمان الله.